في لحظة تاريخية محورية، رفعت كلمات الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء الستار عن فصل جديد في مسيرة المغرب التنموية، من خلال الإعلان عن بدء عمليات التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر على واجهة الأطلسي، وتحديدا في سواحل الأقاليم الصحراوية للمملكة. إعلان تاريخي أثار استنفارا وتوترا على الساحة السياسية، خاصة في إقليم الكناري الإسباني، حيث طلبت النائبة عن تحالف الكناري القومي في البرلمان الإسباني كريستينا فالديرو بإجابات فورية من وزير الشؤون الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس حول ما إذا كانت خطط المغرب للتنقيب عن النفط ستتم في المياه الإقليمية القريبة من الجزر، رافضة ما وصفته بصمت حكومة مدريد حيال قضية تتعلق مباشرة بمستقبل الجزر وتمس بحاضرها. النائبة طالبت أيضا بعدم خندقة جزر الكناري خارج العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، وضمان طرح هذه النقطة الحساسة مع اللجان المشتركة بين البلدين. وفي خضم هذا الجدل، عمد وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى تهدئة الأوضاع وتقديم ضمانات بأن المغرب يظل شريكا استراتيجيا لإسبانيا. أكد ألباريس أن قرارات تحديد الحدود البحرية ستكون على أساس الصداقة وضمان مصالح إسبانيا وجزر الكناري، مما يبرز أهمية التفاهم الدبلوماسي في التعامل مع هذه القضية الحساسة. ويعول المغرب على حقل أنشوا في المحيط الأطلسي كمصدر استراتيجي لاحتياجاته المستقبلية من الغاز الطبيعي، مما يجعل هذا المشروع لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي ولكن أيضا على الأمان الطاقي للبلد، حيث تتطلع المملكة إلى تحويل الصحراء إلى وجهة سياحية استثنائية وبناء أسطول بحري تنافسي يعزز مكانتها في المحيط الأطلسي. في هذا السياق تتسارع الأحداث وتبدو المياه الأطلسية مسرحا لتحديات السيادة والتنمية المستدامة. وفي ظل هذه التطورات يظل السؤال حول مدى إمكانية تحقيق التوازن بين تحقيق المصالح الوطنية وضمان الاستدامة البيئية كقضية محورية تعكس تعقيدات المشهد البحري في المنطقة. على الجانب الآخر، يؤكد مراقبون أن التساؤلات حول الحدود البحرية ليست جديدة، لكنها تأتي هذه المرة في ظل تصاعد الاهتمام بالموارد البحرية وتزامنا مع تحسن مضطرد في العلاقات بين المغرب وجارته الشمالية، تحسن توج بتأسيس لجنة مشتركة مغربية إسبانية تتعامل مع هذا الملف، مما يعزز الفهم المتبادل والتعاون بين البلدين. وعلى الصعيدين الاقتصادي والبيئي، يدخل التنقيب في إطار استراتيجي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية، ومع توقعات بفوائد اقتصادية وطاقية من الحقل البحري أنشوا يتعين التعامل مع التحديات المتزايدة بشكل فعال. في الختام، يبقى التوازن بين استغلال الموارد وضمان مصالح الدول الفاعلة محورا رئيسيا في هذا السياق. مع استمرار التداولات والنقاشات يتطلب الأمر تعاونا بناء على ثقة بين المغرب وإسبانيا، مع إيجاد آليات لحل الخلافات وضمان استدامة التعاون في المستقبل.